شباب، اليوم ان شاء الله معادنا مع درس جديد من دروس التجويد. النهارده ان شاء الله نتكلم عن احكام الميم الساكنه. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق وفي الربع الدراسي الاول عن احكام التجويد، وقلنا ان التجويد هو اعطاء الحروف او كلمات القران حقها بدون زيادة أو نقصان. يعني بدي كل حروف وكلمات القرآن بديها كلها حقها بدون مزيد أو أنقص من الكلمات أو الحروف. تمام؟ تكلمنا في الربع الأول عن أحكام النون الساكنة، وقلنا أن النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، وأن التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً ووسطاً لا وقفاً. وقلنا أن النون الساكنة لها أربعة أحكام في القرآن. لها أربعة أحكام، يعني لو شفت نون ساكنة أو شفت تنوين قدامي وأنا بقرأ القرآن، يا إما بلاقي حكمها الإصرار، يا إما بلاقي حكمها الإقلاب، يعني بقلبها ميم مخفاه بغنة، يا إما بأضغمها في الكلمة اللي بعدها، يا إما بخفيها. دي كانت أحكام النون الساكنة الأربعة اللي تكلمنا عنهم في الربع الأول. نأتي للحكم الثاني الذي نتكلم عنه في هذا الربع الدراسي، وهو أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة يعني إيه ميم ساكنة؟ في القرآن، أو يعني لما أشوف ميم أعرفها إن هي ساكنة إزاي. تمام؟ في عندنا حرف الميم ده يا إما متحرك ميم مفتوح، أو ميم تحت كسرة مكسور، أو ميم مضموم. دي اسمها ميم متحركة. تمام؟ في عندنا برضو ميم ساكنة، ميم عليها سكون أو ما عليهاش أي حركة. تمام؟ يبقى عندنا في كلمات فيها ميم متحركة وفي كلمات فيها ميم ساكنة. الكلام كله في التجويد عندنا على الميم الساكنة. الميم المتحركة دي ملهاش أي أحكام، هي ظاهرة دائمة. ميم متحركة اسمها متحركة، ما ميم ملهاش أي أحكام في القرآن إلا أنها ظاهرة دائما في النطق. تمام؟ أما الميم الساكنة دي بقى هي الكلام كله عليها. طيب، تعالوا نعرف يعني إيه ميم ساكنة. يعني إيه ميم ساكنة؟ ميم ساكنة يعني ميم لا حركة لها، يعني ما عليهاش أي حركة. يبقى الميم الساكنة تعريفها هي الميم التي لا حركة لها. هي الميم التي لا حركة لها، يعني ما عليهاش فتح ولا تحتيها كسرة ولا فيها ضمة. دي تعريف الميم الساكنة. خلاص؟ يبقى لو شفت أي ميم ما عليهاش أي حركة في القرآن أعرف إن دي ميم إيه؟ ميم ساكنة. تمام؟ يبقى تعريف الميم الساكنة هي الميم التي لا حركة لها. إن ربهم بهم، كلمة ربهم بهم. تمام؟ إن هم إلا، هم إلا، إن هم إلا كالأنعام، هكذا. يبقى الميم الساكنة أهي ما عليهاش حركة، هتلاقي عليها حركة في القرآن خالص ولا في المصحف. تمام؟ تعرف إن دي ميم ساكنة. طيب، يبقى الكلام ده كله على مين؟ على مين؟ على الميم الساكنة. ممتاز. طيب، الميم الساكنة دي زي ما قلنا إن النون الساكنة والتنوين لها أحكام، الميم الساكنة دي ليها أحكام برضه. إيه أحكام الميم الساكنة؟ أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام. أحكام الميم الساكنة كم حرف؟ ثلاثة أحكام. عندنا أول حرف الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي. الحكم الثاني
الإضغام الصغير. تمام. الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي. تمام يا شباب. يبقى عندنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام كما ذكر ابن الجزري في مقدمته، قال أحكامها ثلاثة لمن ضرت، يعني أحكام الميم الساكنة دي ثلاث أحكام، أحكامها نكتب البيت أهو، أحكامها ثلاثة لمن ضبط. ايه هي احكام الميم دي اللي عايزين نظبطها في القرآن؟ ايه هي الاحكام دي؟ ادغام او اظهار وادغام واخفاء فقط. تمام يا شباب. يبقى احكام الميم الساكنه ثلاث احكام، الاخفاء الشفوي والاظهار الصغير والاظهار الشفوي. دي كلها هنعرفها على حده، هنعرف النهارده بس الاخفاء الشفوي. بس عايزك تعرف ان الميم الساكنه لها كام حكم؟ ثلاثه احكام. ما هي احكام الميم الساكنه؟ اخفاء شفوي، اظهار صغير، اظهار شفوي. تفتكرها بهذا البيت كما ذكر ابن الجزري في مقدمته، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إظهار وإدغام وإخفاء فقط، يعني الإظهار والإدغام والإخفاء بس، يعني ثلاث أحكام. لكن إحنا لما اتكلمنا عن النون الساكنة والتنوين قلنا إن ليها كام حكم؟ أربعة أحكام. خلاص؟ يبقى نركز في الميم الساكنة دلوقتي. الميم الساكنة يهمني إن أنا أعرف الميم الساكنة لها ثلاث أحكام. تمام. الحكم الاول وهو الاخفاء الشفوي. درس اليوم نتكلم عن الاخفاء الشفوي. يعني ايه اخفاء شفوي؟ يعني بخفي الميم الساكنه اذا اتت في كلمه وانطقها ما بين الاظهار والادغام، يعني بنطقها بين الاظهار، لا هي اظهار ولا هي ادغام، يعني بخفيها زي كلمات ربهم به. طيب الاخفاء شفوي بالاول نعرف ان الحرف بتاعه حرف الباء. حرف الباء، يعني ايه حرف الباء؟ يعني لو جت ميم ساكنه في كلمه وحرف الباء بعدها على طول، تعرف ان حكم الميم الساكنه دي ايه؟ الاخفاء الشفوي. زي كلمه، تعال ناخد امثله. كلمه هم به، هم به، ميم ساكنة اهي وجه بعدها حرف ايه؟ حرف الباء. إذا حكم الميم الساكنة ايه؟ الإخفاء الشفوي. خلاص؟ وسمي شفويا لأن الميم والباء بيطلعوا من مكان واحد، يخرجوا من مخرج واحد. هم به، هم به، هكذا. خلاص؟ طيب نقول أمثلة تاني. كلمة هم بارزون يوم هم بارزون، هكذا. انا كده بطبق الحكم اهو عشان تطبقه لما يجي قدامك ميم ساكنه وبعدها حرف الباء. كلمه فيها ميم ساكنه وبعدها حرف الباء، كلمه فيها حرف الباء، يبقى تنطق الميم دي ايه؟ تنطقها اخفاء شفوي. هم بارزون يوم هم بارزون، هكذا. خلاص؟ عندنا أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم على الإخفاء الشفوي. يبقى قلنا الإخفاء الشفوي تعريفه هو نطق الميم الساكنة مخفى بين الإظهار والإدغام بدون تشديد، يعني ما بشددش، ما بقولش هم به غلط، ولا بدون تفريج خالص، ما بقولش هامي غلط. لما اجي انطق الميم الساكنه اللي عملها الاخفاء بنطقها
مخفاة بدون تجديد مع إظهار الغنة. يعني إيه مع إظهار الغنة؟ يعني ما بين الغنة وأنا بقطع الميم الساكنة، هم به هم به هكذا. طب أنا لو سديت أنفي دلوقتي مش هتعرف تنطق، علشان مش هتعرف تطلع الغنة من أنفك. طب لما أنطق هم به وأحط إيدي على أنفي بنطقها إزاي؟ هو مش طالعة، هو مش طالعة خالص، تمام؟ يبقى لازم الغنة تطلع مع حرف الميم الساكنة اللي حكمها الإخفاء بدون تجديد. يعني إيه بدون تجديد؟ يعني ما كزش الشفتين، يعني ما انطقش الميم وشفتي مضمومة على الآخر، هم غلط. هم به هم بارزون إن ربهم بهم ربهم بهم. تمام يا شباب، يبقى نتعلم دلوقتي احنا بنتعلم نظري، العملي ان انا بنطقه ده وبقوله، تمام؟ لما تلاقي في القرآن وانت بتقرا القرآن ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، يبقى تعرف ان الميم الساكنة دي حكمها ايه؟ الإخفاء الشفوي. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده تعرفنا على الميم الساكنة، وقلنا ان الميم الساكنة هي الميم التي لا حركة لها، ما عليهاش أي حركة. طب الميم متحركة؟ يعني عليها فتحة تحتها كسرة فوقها ضمة، دي مالناش دعوة بيها. كلامنا كله على مين؟ على الميم الساكنة. طيب أحكام الميم الساكنة قلنا كام حكم؟ ثلاثة أحكام، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إظهار وإدغام وإخفاء فقط، أو إخفاء وإدغام وإظهار فقط. تمام؟ الإخفاء الشفوي اللي اتكلمنا عنه، قلنا الإخفاء الشفوي أعرف إن الميم الساكنة دي حكمها الإخفاء الشفوي إمتى؟ لما تيجي ميم ساكنة وبعديها حرف الباء، يعني كلمة فيها ميم ساكنة زي هم بارزون ربهم بهم ربهم بهم، ميم ساكنة وبعدها حرف الباء في كلمة، يبقى الميم ساكنة في كلمة وحرف الباء في كلمة، يبقى حكم الميم الساكنة دي إيه؟ الإخفاء الشفوي. قلنا معنى الإخفاء الشفوي نطق الميم الساكنة بين الإظهار والإدغام، يعني ما انطقهاش ولا إظهار ولا إدغام، مع عدم التجديد ومع بقاء الغنة. لازم أجيب غنة وأنا بقرأ الميم الساكنة اللي حكمها الإخفاء الشفوي. خلاص يا شباب، يبقى تعرفنا على الميم الساكنة، تعرفنا على أحكام الميم الساكنة، تعرفنا على حكم الإخفاء الشفوي، وخدنا أمثلة عليه: هم به ربهم بهم هم بارزون. وأنت لما تقرأ القرآن هتلاقي كتير جدا ميم ساكنة حكمها الإخفاء الشفوي. يبقى اللي يهمنا من الأحكام التجويد يا شباب التطبيق، التطبيق العملي. أنا دلوقتي بتعلم نظر أهو، ببين لك علشان لما تيجي تقرأ القرآن تقرأه قراءة صحيحة. تمام؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، لازم وأنت بتقرأ القرآن لازم تقرأه بالتجويد. تمام؟ من لم يجود القرآن آثم، اللي ما يقراش القرآن بدون تجويد، تمام؟ هذا انسان آثم، هياخد ذنب اذا هو توفق ان هو يتعلم التجويد وما يتعلمش. تمام؟ واحنا بنتعلم التجويد علشان نقرا القرآن قراءة صحيحة. تمام؟ يبقى اتعرفنا على احكام الميم الساكنة، تعرفنا على حكم الإخفاء الشفوي، خدنا أمثلة على الإخفاء الشفوي، طبقنا حكم الإخفاء الشفوي. أتمنى أن تكونوا قد أدركتم هذا الحكم وأن تطبقوه في أثناء قراءتكم للقرآن الكريم إن شاء الله. وإن شاء الله الدروس القادمة نشرح معنى الإظهار الصغير، ونشرح إن شاء الله معنى الإظهار الشفوي. أتمنى لكم يعني أن تنعموا بعلم نافع، وأن يوفقكم الله سبحانه وتعالى في حياتكم، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة على خير، والسلام عليكم.